الاخر يقول لي اتخنتي وبصي لنفسك في المرايه. الله عنده حق. ايه قصدي جاتو شك في عين ابوه. شفتي كلمه الحق ظهرت الاول. كلمه اتقالت في ساعه شيطان مش حاجه يعني يا سلمى. ده انا حاجتين يا عنكر بكلمه فيهم بقالي سنه وهو مطنش. اول حاجه ان احنا نعزل. يا سلام. طب وتاني حاجه ايه بقى؟ لا بص بقى انا عايزه افهمك حاجه يا اسماء. ايه اسمك ايه انت؟ اتفضل يا معلم. نسيت اسم جوزها؟ ما طبعا، ما هو من اللي بشوفه في عشتي معاك كده بالكرش ده. شفوتي شفوتي شفوتي. مش عايز يعزل ليه بقى يا انكل؟ عشان يعكس في الستات والطلعه والنازله. ولما امسك انا موبايلي وافتش فيه يقول لي لا طبعا ما تمسكيش موبايلي، وهو يمسك موبايلي عادي جدا، صح؟ اه صح، ما تمسكيش الموبايل. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا الراجل. اتفضل يا انكل. الجمله المتخلفه بتاعته اهي. لا بقى يا حبيبي، الست زي الراجل بالظبط. على ابو شكلك. ايه كوبايه ملزقه؟ معلش، ما انا بكلم مين؟ ما انت معقد. دي تاني حاجه بقى يا انكل، بنات ولا عارف يتعامل معاهم، دول ما بقوش طايقينه. ده حته عيل صغير مش عارفه تهنيني بيه. لا انت زودتها قوي. مش زودتها، ده انت تخنتها. محدش ماني عينك ولا ايه؟ في ايه؟ اسمع عادي انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. اسمعي، انت عندك حق في كل حاجه انت قلتيها يا سلمى. هيعزم البيت ورجله فوق رقبته. اما بناته فانا اعرف كويس جدا اخليه يعرف ازاي يتعامل معاهم. بس اهم حاجه حبيبتي انت ما تزعليش. ها؟ حاضر يا عم. ما تكشريش بقى. حاضر. هو القمر بيكشر. تاني انت تاني؟ عمرك شفتي قمر بيكشر؟ الله 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 الله. انا ملاحظ ان البوسه داخله على الشفايف. في حاجه وحضرتك مقبله قوي كده؟ ايه في حاجه ولا ايه؟ ما تقلقش يا عينيا، ده اخره. طب اهو خلاص بقى. ايوه كده اتعدل وغير. يلا يا صالح. حلوه البصه دي. خش على المشهد الغرامي. خلاص خلاص كده بقى رعب. فكيت يعني؟ ها؟ خلاص بقى ابو سلمى. خلاص. ماشي. تمام؟ يا ستي اطلبي مني أي حاجة هعملها لك قدام الراجل الطاهر ده. طب تعالى معايا نجيب البنات من المدرسة. إيه؟ بتبصي لي ليه؟ هتروح؟ بتقول لك أنت. بتقولي أنا؟ نفسي مرة. مرة أروح أجيب البنات من المدرسة ألاقيك سابقني على هناك. عمرك ما هتتغير. ده انا يا دي افهم بقى، افهم، ما يبقاش مخك تخين. علاقه الراجل بالست في الحياه عامله بالظبط زي الدكتور وعلاقته مع شغله. وهو صغير زيك كده بيبقى ممارس عام، يكبر شويه يبقى اخصائي، اما لما بيوصل لسن انا فبيبقى